صباح الخير عليك يا محمد، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. الحقيقة النهاردة طبعا تاني يوم عيد الفطر المبارك، يا رب دايما يديم علينا الأعياد والأفراح والأيام الحلوة، الأجواء المبهجة اللي بتملى بيوتنا. كل سنة وحضراتكم بألف خير ومبسوطين يا رب دايما، وفي خير وأمن وسلام. اللهم أمين. عيد سعيد طبعا علينا جميعا. امبارح كان يوم جميل ومختلف، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفل بالعيد مع أسر وأهالي وأبناء الشهداء وفطر معاهم، وكمان وزع عليهم الحلويات والهدايا وشاركهم فرحة العيد. وبصراحة كانت أجواء كلها بهجة يا جمانة. الأجواء الحقيقة كانت فعلا ملفتة جدا للنظر، يعني أنا كنت موجودة هناك وشفت بعيني الحقيقة هذه الأجواء، أجواء من البهجة، حب، جبر الخواطر لأبناء الشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشاننا احنا. امبارح شفنا على وشوش اولادهم فرحه كبيره جدا بالاحتفاليه اللي حضرها سياده الرئيس، والحقيقه شاذلي يمكن يعني احنا شفنا بعيننا انه في اطفال فضلت متمسكه بسياده الرئيس، وهو بنفسه كان بينزل يوصل الاسر والاطفال لحد اماكن الترابيزات اللي كانوا موجودين عليها. الحقيقه كان فعلا اجواء حقيقي كلها حب وكلها صدق، لانه مستحيل ان الطفل يعرف ان هو يعني ينافق او ان هو يكذب، دي اطفال. صحيح كلامك مظبوط، ويمكن الرئيس امبارح كان حريص على توجيه رساله كمان للفنانين اللي شاركوا في مسلسلات الاختيار والعائدون، وقال لهم الرئيس اللي عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الابطال والشهداء اللي ضحوا عشان خاطر مصر تعيش، وانه اللي تقدم في مسلسل الاختيار هو الحقيقه الكامله لكل اللي حصل في هذه الفتره. صحيح يا شاذلي، يعني زي ما احنا بنقول الاعمال الدراميه، لو هنتكلم تحديدا عن الاختيار والعائدون، الحقيقه كانت ملاحم دراميه كانت بتوثق فتره دقيقه جدا في تاريخ مصر، وكمان ما استناناش، التاريخ لم ينتظر طويلا الحمد لله، يعني عشان نقدر نعيد كتابته مره ثانيه ونعرف كمان ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له. ده بفضل رجال كانت حريصه انها تحافظ على مصر وعلى هويه مصر. هي كان زي ما كنا بنقول لحضراتكم امبارح، الاجواء كانت مبهجه جدا بكل تفاصيلها. يا رب يا رب يعني يجعل ايامنا كلها اعياد، ودايما نفضل مع بعض، ودايما نفضل ايدينا في ايدين بعض وقلوبنا على قلوب بعض. كل سنه وحضراتكم بالف خير. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.